انا ساعات بشتاق لك لاني حبيتك، بس لازم تطلعني يا حمدي. جايز احساس السجن اللي جوايا يموت، سيب فرصه للشوق يكبر من جديد. جايز في يوم من الايام نبتدي من تاني. حضرتك تقدري تروحي، وهو لازم يتحجز عندنا والصبح يتعرض على النيابه. نيابه؟ طبعا يا دكتوره، دي قضيه، بس جايز يطلع بكفاله. متشكرة أوي. مع السلامه. ليه بتقسي عليا؟ ليه حسيتش فيني؟ هذا ما هوش اصلا حد يحبك. انا يصعب عليا ان مهندس شاب زيك يعمل في نفسه كده. مرة دي طلعت بكفالة، المرة الجاية الأمر ما يسلمش. وكيل النيابة ما يحبش يشوف متهم كتير. أنا حجزت الإقراص دي، أنت مش عارف إنها مدمرة؟ صحيح هي مش ممنوعة وحيازتها مش جريمة، لكن تعطيها جريمة في حق نفسك. اتفضل، مع السلامة. يا باشمهندس خلي بالك من نفسك. أنا بقيت راجل يا فردوس، ونادية بنتي مش لوحديها، واللي يمسها هيكون آخر يوم في عمره. انتي مش أم، بتخربي بيت بنتك ليه؟ عايزة منهم إيه؟ عايزة دم جوزي اللي راح هدر، وأول واحد عايزاه ابنك. ابني مالوش ذنب، ابعد عن ابني يا غالية، ده كل اللي حلتي من الدنيا. ونادية بنتي هي اللي حلتي من الدنيا من زمان، من يوم ما يتمتوها بدري. لحد اتزليت على ما بقت دكتورة قد الدنيا، من يوم ما حرمتوها من حنان ابوها، من يوم ما حرمتوني من راجلي قبل فرحتي ما تتم، من يوم ما حرمتوني من ابو بنتي. شيل الحقد من قلبك يا غالية، عشان ولادنا يعيشوا سعد. احنا كمان لازم نستريح، وكفايه اللي شفناه بقى، كفايه. ابوس ايدك، ابوس ايدك. انا جاي اقول لك لاخر مره، ابعد ابنك عن بنتي، لك كل نهايته على ايدي. مش بنتي يا فردوس اللي تدخل الاقسام وتتبهدل قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، فاهمه؟ انا جيت حذرتك والبادي اصلا.